أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. حلقة جديدة في قناتكم ريل تك تاك. معنا ضيوف عايشين مغتربين في كندا وأمريكا، هالبلاد الحلوة. وهواية أسئلة جتني، إنه أول ما واحد يوصل مثلا لهالدول كندا وأمريكا، إذا وصل شنو طبيعة ونمط الحياة اللي لازم يسويها بالبداية؟ هل إنه يفكر أول شيء يفتح مشروع بزنس، أو إنه يستخدم وقته ويستغله في الدراسة وما يعرف إيش راح يصير بعدين؟ يعني كل الحالتين طبعا بها اسئله هوايه وبها علامات استفهام اكيد كثيره وحاجات مو سهله. طبعا ما تقدر تفتح الاثنين سوا، ما تقدر تسوي اثنين سوا، عندك لغه ودراسه وبزنس، صعب. فمعانا الضيوف، وضيوف طبعا عن خبره اكثر من تقريبا 20 سنه موجودين بهالبلدان، وعن خبره وعن تجربه راح يعطونا هوايه اسباب وتوقعاتهم ونصيحتهم. تفضلوا الضيوف. طبعا هو اول شيء شكرا استاذ ابراهيم لضيافتنا بهالحلقه الحلوه. اول شيء كلاجئ جاي جديد الى مثلا كندا لو امريكا، طبعا هي تختلف من عمر الى عمر. يعني اذا انت عمرك 19 سنه المفروض تروح للمدرسه تتعلم اللغه وتكون نفسك وتخير ويصير يكون عندك فكره عن المجتمع. بس بينما إذا أنت عمرك 35 سنة وجاي لاجئ إلى كندا أو أمريكا، بس عندك مثلاً نقول خبرة ما موجودة بغير مكان، مثل مثلاً for example إنه نقول إنه أنت يمكن أحسن واحد يسوي حلويات، ماشي؟ ليش ما تفتح بزنس وتروح بهذا المجال؟ لأنه أكو جالية راح تحب هذا النوع من البزنس. بس يعني إذا كنت مثل ما قلت إذا عمرك 20-19 سنة مفروض تروح للمدرسة، مفروض تتعلم، مفروض تكون نفسك، تبدأ من ألف إلى الياء. أوكي. أستاذ رعب إذا موجود ويانا، تحب تضيف شيء على اللي قاله؟ طبعاً شو اسمه؟ أنا طبعاً أيد كلام الأستاذ زيد. طبعاً حسب العمر، العمر يلعب دور لما أول ما توصل لهاي الدول الغربية. العمر، الظروف، انت اذا كنت يعني عندك عائله اكيد، يعني حتى بصراحه حتى خلينا نقول مثلا عمرك 21 سنه وعندك عائله اول ما تجي، هل انه دراسه هو الخيار امثل، شغل، بزنس؟ اكيد يعني اسئله حسب البزنس اللي تفتحه. مثلا اكو انا قاعد اشوف بعض الناس مثلا بالسنتر مالت المدينه مفتوح مثلا 4-5 مطاعم ما شاورما، يجي هذا جاي مغترب، أنا أشتغل مشاورما، أعرف الشاورما، أجيها ما أفتح محل شاورما. إذا هو 4-5 مطاعم شاورما تحت السادس ما راح تنجح، لأنه موجودين شاورما في كل مكان في كل زمان. هذا سبيل مثال، يعني حسب البزنس مالتك، يكون البزنس مالتك شوية غريب، شيء غريب عن باقي المطاعم أو غريب عن باقي البزنسات. إذا عندك هاي الفكرة، كمل. إذا عندك هاي الفكرة، انا احبث البزنس، لان البزنس مهم او شتى ترتاح وتريح عائلتك. بس انما اذا ما عندك هاي الفكره، انا اشجع على الدراسه، او انت مثلا توصلك تخترع لك فكره، تفتح لك بزنس شيء غريب ما موجود، شيء مربح حتى يساعدك على الوقوف على رجليك. حلو، كلام جميل. زين، يعني هو اصلا بكل الاحوال، بس عفوا، بكل الاحوال الإنسان اللي يريد يفتح بيزنس عنده بس شغلتين قبل ما يفتح البيزنس: يا يكون وراء فلوس خير الله لحتى يساعده يفتح البيزنس ويكون قوي، يكون جاي أو فلوس يكون عنده، أو يكون عنده خبرة إنه ما حد عنده ياها هاي الخبرة، فبحيث تكون يونيك إنه أنت تكون الوحيد بهاي الفكرة. زين، أنا بس أوصل مثلاً هاي البلدان، أوصل المدينة، طبعاً ما عندي خلفية على المدينة وعلى المنطقة، راح أكون جاي من منطقة الشرق الأوسط، أي دولة عربية. المهم أجي شنو، يعني خلينا نقول أنا عندي شوية خبرة بالبزنس، أو مثلاً أحب أدرس، بس شنو الأول حاجات اللي لازم أسويها حتى أعرف شنو هي الأوبرتونيتي؟ غير أنا لازم أشوف إنه إذا أنا مثلاً عندي صنعة الشاورما مثلاً، شنو أول شيء لازم أسويه قبل ما إنه أفكر حتى أفتح البزنس ولا حتى أفكر أدرس، إنه يا هو الخيار الأمثل؟ فهل هناك مثلا يعني 1-2-3 نسويها خطوات حتى اعرف شنو لازم افتح؟ يا اول خطوه يعني لازم تتعلم اللغه، اذا ما تعرف اللغه يعني اطرش بالزف صراحه. يعني لازم الحالتين لازم تعرف لغه، يعني تغرب لازم تعرف لغه، يعني ما تقدر ترمي نفسك بالبحر وتقول علموني السباحه،
لازم تتعلم اللغة، هاي أول شيء لازم تتعلم الأصول، لازم تتعلم القوانين مال الدولة اللي أنت عايش بيها. صحيح. بس مع ذلك هناك الكثير من الـ من الـ من الانتربرنورز اللي اجوا من البلاد الشرقيه للبلاد الغربيه ما عندهم ولا كلمه يتكلمون بها، وسووا بزانس يعني روعه. لماذا؟ لانه اكو وراهم شيء اسمه المال، واللي هو المال هو بهذا البزنس معناته قوه. ايضا طبعا خبره. طبعا خبره. طبعا نحب ننوه انه اللي سوينا فيديوهات على تعلم اللغه الانجليزيه وخطوات شلون تبدي بها، اذا حابب تشوفها ايضا دعمنا بهاي القناه ودعم الحلقه. نكمل مع الاستاذ رغام، يعني اذا عندك افكار ايضا كبدايه مشوار. والشيء الثاني اللي هو مع اللغه، طبعا اللغه هي الاول شيء. الشيء الثاني انت تسوي دراسه خاصه بيك. شلون تسوي هالدراسه الخاصه بيك؟ تطلع تشوف مثلا ابسط شيء، اذا ما تعرف احد تسوق بالسياره، تمشي بالمدينه واطراف المدينه، تشوف هذا البزنس مالك موجود ما موجود، وانه تسال تسوي مثل ما يقولون الكونكشن مالك تزيدها، تسال اسئله هذا سؤال هذا. مو بالضروره سؤالك انه تريد تفتح بزنس، انت تريد تطلع هاي دراسه. انت جاي من دوله، يعني لا جاي من الشرق الاوسط، خصوصا بعض الكثير من الناس جايين مثلا من محافظه او مدينه، اكيد تكون مدينه صغيره بالمقارنه بالدوله اللي يجون لها، فنمط حياتهم هناك بالمدينه راح يكون يعني مجرد انه كم شارع يمشي، بينما يجي هنا كندا وامريكا يتفاجئ بكبر المدينه وكبر السايز، يعني العالم اللي يمه. فاكيد يعني اذا انت قاعد ببيتك او انت مفكر بس يعني تمشي شارعين ما راح تتعلم، ما راح تشوف شنو انواع الافكار الموجوده. هي صراحه همينه استاذ ابراهيم لو سمحت، انه اكو ناس يجون من دول مثلا نقول مثل سوريا، انا اعطيك اكزامبل بالمدينه اللي انا عايش فيها، هواي ناس اجوا من الدوله السوريه الشقيقه، طبعا اجوا الكندا ما عندهم اي لغه بس عندهم حرفه، مثلا هذا الشخص اللي اعرفه عند حرفة التحميص يعرف يحمص كل أنواع الوالنات والبينات والحب، ما حد غير يعرفه، يعرف يسوي تحميص للقهوة ويسوي كل أنواع الجبن بكل أنواع الدهون، وبتلقاها عنده بأسعار رخيصة compared للبيج كومبانيز اللي تشتري من عندهم بأسعار جدا غالية. يعني هذا الإنسان عنده حرفة، واحنا لما نروح له ما يتكلم ولا كلمه انجليزيه، يعني بالقوه يتكلم كلمتين انجليزيه، وعنده محل طويل وعريض ومسوي به كل هذه الاشياء. ليش؟ لانه عنده حرفه. يعني اكو ديماند، اكو طلب على هالحرفه. زين استاذ ضغام، نسال سؤال على الكلام اللي تكلم به زيد، انه الانسان اللي عنده مثلاً حرفة أول ما يجي هنا مثلاً، خلينا نقول مثال الشاورما، تعرف التفكير العربي يقول لك أنا والله طلعت من الدول العربية راح أروح الدول الغربية، ما أريد أشوف أي عربي، ما أريد أتكلم عربي. هل هو شيء يعني زين إنه واحد يسويه، إنه يقول لك أوكي أنا هروح الدول الغربية وأنسى حاجة اسمها عرب، أو أنت بالعكس تشوف هاي opportunity إنه تنقل مثلاً؟ أكو جاليات مناطق فيها جاليات عربية عايشة يعني 20 سنة 30 سنة، اكيد يعني تشوف انه بها اوبورتونيتي. انت شلون تشوفها؟ شنو النصيحه اللي ممكن يقدمها الشخص المهاجرين الجديدين، انه هل انت لازم تنسى حاجه اللغه العربيه والبشر العربي لو تشوفها شيء زين انه واحد يعرف هالشيء؟ لا انا ما احب انه واحد ينسى اللغه مالته، لانه اللغه مالته هاي لغه ثانيه، واللي عنده لغتين ثلاث لغات هذا يعني يرفع من نفسه، يرفع من شخصيته، من ثقافته، وهاي اللغه راح تساعده، لان هو ما راح يجي معك يتكلم اي لغه، ما راح يتكلم اي لغه، يعني ما راح يتكلم اي كلمه غير لغته الخاصه. فلازم يسال من يسال 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 الناس يتكلمون لغته اول شيء، لحد ما يتعلم اللغه الثانيه، انه بيصير يطلع على باقي العالم اللي يتكلمون غير العربي او غير اللغه الخاصه مالت هاي الدوله، كانت عربيه او افريقيه او حتى اوروبيه صراحه. يعني شو اسمه، بعدين يقوم يسأل الناس اللي عايشين بالبلد باللغة مالتهم، يسألهم وحسب كل واحد شلون اجى.
هل جاء عن طريق الإميغريشن، هل عن طريق أخوه أبوه حسب يعني. بس تنصح إنه الشخص، تنصح إنه الشخص مثلاً يدور على الجاليات اللي الكوميونيتي مالته يكون قريب منها، يستفاد يتعلم اللي يسوون، ممكن أكو حاجة يقدر يقدمها أو يوفر بزنس، هذا شيء صحيح ما حد ممكن يدور عليه. لو يخترب يعني يروح مدينة بعيدة عن العرب، وهل هي هاي راح تصعب الأمور لو سهل الأمور؟ حسب، أنا مثل ما قلت لك حسب الطلب. لازم هو يجري دراسة خاصة، لازم يجري دراسة خاصة. إذا كانت الدراسة مالته إنه الحرفة مالته تشتغل بمدينة بعيدة عن أهل بلده، لا بأس بها. لأن يعني أنت تلاحظ، أنت تعرف إنه حالياً أكو companies يسوون survey، يسوون survey على المنطقة اللي تبي تفتح بها بزنس، هل عليها رجل أو ما عليها رجل هاي المنطقة، هل عليها سيارات، نعم. إيه بيانات، هل عليها سيارات لو مثلاً تريد تفتح gas station مثلاً، جيب هاي company، جيب هاي الشركة، تدفع له مثلاً 10,000، تدفع له يسوون لك survey كم سيارة تجي، كم واحد يوصل هالمنطقة، هل يحصلون ناجحة فاشلة، يسوون لك تقرير تقريري من الألف للياء، يعني تقرير ممل. أنت طبعا إذا ما مثلاً تفتح مطعم شاور ما راح تجيب الشركة أكيد، فأنت لازم شنو، أنت تتصور دراستك الخاصة، مثلاً تروح المكان تجي تأجره، أكو رجل لو ماكو رجل، أكو مثله لو ماكو مثله، هل ينجح لو ما ينجح، تسأل، تسوي مثلاً تروح تسأل العالم، تريدون هالشيء ولا ما تريدون هالشيء، يعني حسب الدراسة مثلاً، حسب دراستك اللي راح تسويها أنت. وهي صراحة همين من الناحية الصحية إنه أكو دراسات سووها اللي عن ناس يتكلمون من أكثر من لغة، إنه لما الإنسان يتكلم باللغة الثانية يتغير مكان البرين أكتيفيتي. يعني سووا دراسات على قراءة، يصير عندك اكسرسايز البرين مثل العضلة، يصير يتمرن عضلة غير العضلة الثانية اللي تحكي انجليزي، تلقى تتغير، وخاصة هذول الناس اللي يتكلمون اكثر من لغة يحركون اكثر من عضلة، فهذا الشيء جدا صحي للانسان انه يتعلم او يتكلم اكثر من لغة ولا ينسى اللغة اللي يعرفها. اي نعم. ثاني شيء انه أينما كنت، من أينما أتيت، لازم تسوي هالبحوثات إنه هذا البزنس اللي تريد فتحه إنه يكون عليه demand، طلب، لو مكان busy لو مو busy. طبعاً هاي أشياء مثل يعني 1+1 equal 2. حلو، كلام جميل. طبعاً نحب إن أيضاً نتكلم عن إنه اللي عنده لغة ثانية، يعني بعض الناس إجوا لا عندهم مثلاً حرفة ولا عندهم حتى يعني خلينا نقول نوع من أنواع التطلع للدراسة، ممكن يعني بمجرد انه يعرف لغه الام، اللغه العربيه مثلا، وصل انه يستطيع انه يشتغل حتى شغلات يدرس عربي، مع انه ما كان مدرس عربي، بس ممكن يدرس صغار لغه عربيه، ممكن يشتغل في مركز ترجمه. فممكن اللغه نفسها اللي احنا نجي من دوله عربيه ونتشائم منها انه نريد ننسى حتى اصلنا، ممكن هي توفر لك لقمة العيش. فأكيد الواحد لازم يحافظ على كل شيء يعرفه، لأنه في بلدان هاي الغربية، بلدان هاي ما تعرف إنه مش راح يفيدك، يعني سواء كان إنه ممكن تسوي حرفة أو تتعلم شغلة، كل شيء راح يفيد، كل شيء يفيدنا بهالدول هاي. تحبون تضيفون أي شيء على الموضوع هذا، إنه نصيحة؟ طبعًا إحنا راح نتكلم عن فروقات بين كندا وأمريكا في حلقات جاية، لأنه طبعًا اختلافات جذرية طبعًا من ناحية المساعدات، من ناحية البزنس، من ناحية الدراسة، أكيد فروقات هواية. بس إنه كنصيحة للشخص المغترب أول ما يجي، أول شيء يسوي، يعني راح نحب نذكر المستمعين، إذا عندكم شيء تضيفونه أكيد يعني تفضلوا، بس أكيد نذكر المستمعين إنه لازم كنت تطلع، لازم أسوي ريسيرش، بحث، صح ولا لا؟ أول أنا نصيحتي لكل المتغربين اللي يجون لهالدول الغربية، إنه لا يفصلون نفسهم عن المجتمع. إذا أنت كنت إنسان مسلم، أوكي، لا تفصل نفسك عن باقي مثلاً الأمريكيين أو الكنديين. إذا أنت مثلاً تكون لازم تكون مع كل الثقافة وكل الحضارة، لا تجيب الحضارة أو التفكير اللي خلى مثلاً الدولة أنت جاي من عندها تصير تحت التراب، تجيبها وياك هاي الأفكار. خليك إنسان منفتح، مع ذلك
خلي أفكارك الشخصية وهي مثلاً تراثك وثقافتك، حافظ على تراثك بس بنفس الوقت وبين نفسك، بس لا تخلي تأثر على مثلاً معايشتك مع باقي الأمريكيين والكنديين. كلام جداً مهم وجميل. نعم. إيه أستاذ برهام إذا تحب تعقل. إيه أنا أحب أضيف لهذا الكلام إنه هاي الدول الغربية دول عمل، دول تكنولوجيا، دول دراسة، عندهم شق أكو شيء زين موجود بيه. أنت لما تيجي أنت حط العقلية إنك جاي تعمل، جاي تبحث، جاي تدرس، لا تجي تقعد وتضل بالبيت وما تسوي شيء، لأنه أكو عندك مجال واسع، مستقبل واسع إلك ولأطفالك، مو بس إلك، إلك ولأطفالك. لأنه الأطفال لما يشوفون الوالد أو الوالدة قاعد يشتغلون ويدرسون ويسوون بزنسات، هذا الطفل راح يشوف أنا هم نفس الشيء أسوي نفس الشيء. بس صح. أشوف الأب كون قدوة لأطفالك. إيه كون قائد للطفل، لأن أنت 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 عندك أمانة، عندك جيل تربي، أنت مو باقي اليوم، باقي رايح إن شاء إلى رحمة الله. أطفالك هو الجيل الجديد، هذا هو اللي راح يبقي اسمك، راح يبقي اسم العائلة، راح يبقي اسم الدولة اللي جيتوا من عندها. فيكون صحيح. مفروض انه تشجعهم على الدراسه، على العمل، اي كان نوع العمل. مثلا الطفل ما يحب الدراسه، يحب يشتغل، ماكو مشكله، وظفه بالمكان الصحيح. مثلا يكون ميكانيكي، يصلح سيارات، يتعلم الحرفه ويفتح البزنس مالته. مثلا يكون صباغ، يتعلم الحرفه ويقوم يفتح البزنس مالته، او نجار، او يصلح تركات التريلات الكبيره، او اي شيء حرفه يتعلمها، يكون يبدع بيها، بحيث هو بالمستقبل هو يصير يدير العمل، هو يفتح البزنس مالته. اذا ما حب الدراسه، اكو هواي امور يقدر الواحد يطلع عنها، يساعد اهله، يساعد بيته، يساعد اصدقائه اللي جايين ما يعرفون. نعم. اي هذا كله موجودات، وتعلم الشيء الزين من الدوله الساكن بيها. كنت خاصه اذا كنت مسلم، انت ما جاي بدوله غربيه، ما جاي دوله مسلمه، اكو اعمال مو زينه، مو ضروري، بس اكو عندهم شغلات، اكو مثلا شيء اسمه قانون، الكل الكبير والصغير من رئيس الدوله الى الطفل يحترم القانون، ما حد يتخطى على القانون، الكل يحترم القانون. هذا الشيء يكون واحد يتعلمه، بحيث اذا يوم من الايام قررت ترجع على بلدك، هذا اللي تعلمته يكون تساعد الدولة اللي تبيها على تطبيق على هذه الأمور. كلام جدا مهم. طبعا أيضا نعقب، لأنه مثل ما ذكرت أنه أطفالك يكون قدوة لأطفالك، أطفالك لما يكبرون، مثلا أنت ما اخترت طريق الكفاح وطريق التعلم، أطفالك لما يكبرون راح ينغرسون بهالدول، راح يشوفون طريق الكفاح والعمل، راح يعني راح يختلفون ويا آرائك، ممكن راح يشوفون طريق ثاني غير الطريقة اللي انت رسمت لهم، راح يصير هناك يعني اكيد ما اقول لك راح تخسر اطفالك، بس ممكن انه هواي حاجات انت يعني تكون تتمنى لو انت شاركتهم بشويه من التعليم، او شاركتهم شويه من انواع الليدرشيب. كلمه اخيره اذا حابين تحكوها، طبعا احنا موجودين وياكم في حلقات جايه ان شاء الله، راح نتكلم مع نفس الضيوف، نحاول نجيبهم مره ثانيه، بس طبعا يتكلمون عن تجربه وعن خبره، هذا الكلام كله عن تجربة وعن خبرة، وشافوا ناس وأصدقائهم وشفناهم. فأكيد نشكركم على وقتكم، بس إذا حابين نضيفون أي كلمة طبعا المايك فور يو. لا حالي أعتقد نو صراحة أريد أحب أوصل كلمة لكل الدول العربية اللي يحبون يجون، وهم مستمعين صراحة اللي يحبون يجون للدول الغربية، انه حتى يعني الزبال بهالدول عنده مستقبل وعنده احترام وعنده تقدير من كل المجتمع بالدول هاي. يعني هذا ممكن الزبال يوم من الايام يصير عنده his own waste management company، يعني ما تعرف يعني كل انسان هنا عنده مستقبل، حتى الزبال. فاللي يجي لهنا هالدول تشجعوا، وعندكم فرصة طويلة عريضة، وحاولوا تاخذوها، لأنه فرصة تمر مثل مرة السحاب مرة واحدة، فقبضوها بإيدكم
وشجعوا أولادكم ولا تجون تقعدون مثل باقي، يعني صراحة باقي العوائل نشوفها قاعدة على المساعدات يعني كل عالم وبعد وضعه، بس حاول انه تاخذ هاي الفرصة بإيدك، انت جاي لدولة راح تشجعك انه تكون انسان مجاهد بمستقبلك وللحياة ليلك ولأطفالك ولعائلتك، ولا تكون منفرد، لا تكون مسكر عليك الباب وقاعد منعكف بالبيت لحالك، خليك إنسان منفتح شوية، ومع ذلك خلي ثقافتك والكالتشر مالتك موجودة دائما، وفق بين سوي بالانس أو وفق بين الحالتين، سوي بالانس. كلام جميل ومن ذهب. شكرا، أحب أشكركم مرة ثانية على وقتكم. اللي عنده أسئلة من المستمعين شاركونا بالتعليقات، أكيد راح نسوي حلقات جاية إذا عندكم أسئلة خاصة ديتيلز، لأن حسب ما فهمنا إنه حسب كل واحد وحالته وحسب كل واحد وخبرته إنه يقدر يطور من نفسه ويتعلم من نفسه، فأكيد إذا عندكم أسئلة حابين شاركونا بالتعليقات. شكرا وتحياتنا لكم.